الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين ودرسه لباد وبشان محرم اما زكو لو يقانو ان شاء الله تعالى ان وهد لينو إيه وحاكم اذا وحيابها رسولك صلى الله عليه واله وسلم بشان وكسون تي اما جوني ذا اي لا اهيد إيه صوم باكم اذا ان صوم كاسون ذا الله بديو وحنا يلي رسولك صلى الله عليه وسلم حديث امام مسلم وصوص عري أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم بلوفيرس أفضل الصيام بعد رمضان صون الله صومو مركي بشهر رمضان لقى صوتكو وحا أغفض بدن شهر الله المحرم وبشان أنكو جرنو زكو وحي صون الله صوم هذا إضافة لو إضافي بشا لو إلهي أسوتيري شهر الله إلهي بشي سيليري وإضافة تعظيم وتشريف بالإلى ذا وسيدة يعني هدي عباد الرحمن وكل مركل ليه بيت الله قرق إله مركل ليه ناقة الله مركل ليه يعني شيء مركل رب الله تيريو إضافة وحو كسبنا يا إنه يا شيء وين أو شرف كارا مركب بشني شرف كارا إلى الله حديث كان وحو تصنع يا إن ترغيب لسكبو ريو إن لبضي الصون كبشان معاج الرسول كوا سومي جري مد الله بعض وحال الجمعين يا أو إن الأدلة اللي جمعيو اللي سجيو وحا سوغان بش الشعبان إن الرسول صلى الله عليه وسلم آد وسومي جري وعايش حديث كده واكيها كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا بيش الشعبان رسولك أد بو سوم جري كل جد بو ده سوم جري وح يرمر كلا قريبو حتى بب بيش ما دام مساء سوم جري تنا وحول الصوم للصوم رمضان كدي بتنا أوفد بدن سري مرك صورة قلك طيب لأن بيش عصو كبدنا شعبان بو كبدنا إنه صوم وعليه العلماء وحال وجم عنا يا إن أن لو وحيون الرسول كفضل أي بيش محرم لا ذهي إلا في آخر حياته نرشي سواجي دمب ودمنا يي أم با فضل جاد ترى ذا يي أنتو اللي يه لوش يا الرسول صلى الله عليه وسلم ويا با أردت أكو دليل نخون كرنا وحا كمد إنه ما لنت تطبات ما لنت سجالات إنه كهل الدونون أرك الدونون سجارة أولي يهدي إلى هي إجارسيو وين سومي دونا إيادنا ما لنت سجالات مركا إن بشان وحيا وكمد آخر حياتي نوليشي سواجي دنبالوش يغي أيا كم مقانيسا دبا عاشوراء تاريخ ذا مركا لفيريو ما لنت طبناد محيطة تاريخ ذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوحي لي مركو رسول كيميد مقالة المدينة وصوغ قالي بو وحو عارك نمين كي يهود و سومي مالين تطبنات وحو كو يرمحو يه مالين كانت سومي سان وحيران ويوم صالح مال وناكسن ويه ويوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم ومالين وناكسن وإلهي أرير بني إسرائيل موسى إيه إنتي لسعوتي وكبت بادي عدوودي فرعون إيه إذا مديسي وربي كبت بادي فنحن بركة دبوان سومينا وصيدة مركة أدام إلهي وكبد بادي شكر ياسا أسومينا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم فأنا أحق بموسى منكم أنا جا إذن كجا حق لموسى إذن ك مركا وصومي دات كان هو أمري إن لصوم ما لنتا تغناد حديث كبخاري بسو صار إمام مسلم وعكس دري شكرا لله تعالى يعني بو إمام مسلم بخاري لبضبة وإليهن وعكس دري وسببت أصوم الرسول كون شكرا لله تعالى وما هدنق إلهي سبحانه وتعالى وما هدنينه وانا سومينا إمام بخاري اسنو عكس دري ونحن نصوم تعظيما له وينين أن وينين النبى أصومينا رواية كلا بخاري وحكود دريا أنتم أحق بموسى منهم فصوموا وإذن كجحق لين رسول قدت كلي والله الله يو أصحابتي إذن كجحق لين موسى يجئه إذن كصوم سببته موسى وحوها النبي إلهي مسلمة ويوجد هو النبي إلهي بالرسول كنيه صلى الله عليه وسلم سلالة أهان إيو ما أبتراهان ميل بكسو وده جيدان مركا لبا النبي أو لبا الرسول هديين إيجا ساعة كجها بون إيجا مركا شكري أيو رسولكنا صلى الله عليه وسلم يسوون الدتك ويحوري هلا صوم أيو مركا فضلك مالين تعاشورا
in la soomo. Ibnu Cabbaas radiyallahu anhu baa wuxuu leeyahay rasuulka, maa ra'aytu nabiya sallallahu alayhi wasallam yataxara siyaama yowmin fadalahu calaa ghayri ila hada alyowm yowma cashuura wa hada ashahr, yani shahr ramadaan. Xadiiska imaamu bukhaari weligay maana arag buuri maalin uu saa ugu dadaalayo soon maalin uu ka fadilay maalmaha kale ama bil uu bilaha kale ka sii fadilayo ilaa bishaan ma ogi, yani suu ugu dadaalayay oo kale weligay ma arag. Rasuulku sal alla salam wuxuu yidhi siyaamu yowmi cashuuraa, maalinta tobnaad soonka la soomayo, inni axtasibu cala allahi an yukafira sana alatii qablahu, ilaahay baa waxaan weydiisanayaa inuu igu dhaafo dembigii sanadkii ka horreeyay oo dhan inuu alla ku dhaafo. Waa xadiiski Muslim, ayaan alla weydiisanaya. Haddaba cashuuraa waa maalinta tobnaad ee bishan ee insha allahu tacaala maalinta tobnaadna waxay sanadkan ku aadan tahay biidni illaahi tabaaraka watacaala maalinta 18aad oo bishan hadda aan ku jirnay August 18keeda oo maalinta arbacada ah ee soo socota bay ku aadan tahay, taasuuca oo 9 kuna maalinta waxay ku aadan tahay talaadada oo 17 ay tahay bishan August insha allahu tacaala. Haddaba istixbaabu taasuuca baa iyaduna in jirto oo in la soomo maalinta 9aad oo lagu daro maalinta 10aad. Imaamu Muslim ayaa wuxuu soo saaray min xadiis Cabdullah ibn Cabbaas inuu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam yowma inuu caashuuraa inuu soomay dadkana u amray, kadibna loo sheegay inay tahay maalin ay yahuuddu ay weyneeyaan iyo nasaara labaduba, kadibna wuxuu yidhi faidaa kaana alcaamu almuqbilu insha allahu, sanadka soo socda haddii ilaahayna gaarsiiyo, sumna alyowma taasi maalinta 9aad baan soomi doonaa, mana uusan gaarin sanadkii ee wuu geeriyooda rasuulku sallallahu alayhi wasallam. Xadiis kale wuxuu yidhi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasica, haddaan noolaado sanadka soo socda maalinta 9aad waan soomi doonaa. Dadka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen haddaba waxaa sunna ah in la soomo maalinta 9aad oo lagu daray maalinta 10aad. Rasuulku sallallahu alayhi wasallam midna wuu soomay oo waa maalinta 10aad, midna wuu niyooday. Sidaas daraaddeed baa rabaa labadaba in maaragta la soomo mukhaalafa lilyahuud, maadaamu khilaafa ila rasuulku yidhi khaalifu lilyahuud wanasaara ay khilaafkooda ayuuna maalinta u damcay, maadaamu keli maalinta 10aad keliya soomaan, in labadaba loo soomo insha allahu tacaala. Ilaahina subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu na gaarsiiyo, inuu na waafajiyo inaan soono, inuu dembigeennana ku dhaafo sanadka dhan. Wajazaakum llahu khayr wabaraka llahu fiikum.